وسهلا بالحلقة الثانية من برنامج تفاصيل، مني أنا ستيفاني راضي ومن المخرج عباس فقيه. تفاصيل هو برنامج أسبوعي بيتناول أبرز أحداث الأسبوع المحلية والدولية، وبحلقتنا لليوم رح نحكي عن حدثين برزوا هالأسبوع. الأول هو إقرار الحكومة بند النفط، والحدث الثاني هو طرح وزير الخارجية جبران باسيل بإنشاء سفارة للبنان بالقدس. بداية من دخول لبنان بملعب الدول النفطية، حيث خطى الخطوة الأولى باتجاه إنتاج النفط والغاز بمياهه الإقليمية، بعد ما أقرت الحكومة البند المتعلق فيه ووافقت على منح رخصتين لاستكشاف وإنتاج النفط بالبلوكين 4 و9. الربح الأول من خلال هذا الحدث هو الاقتصاد اللبناني جراء عائدات النفط والغاز، كما أنه هالقطاع رح يوفر إمدادات الطاقة، الأمر اللي بيؤدي لتخفيض الموارد الخارجية، كما بيساعد على تخفيض الدين العام وبالتالي رفع نمو الناتج المحلي. أما بيئيا وبحسب موقع هيئة إدارة البترول، فالأثر البيئي لعمليات سحب النفط له حصة من الاهتمام، حيث تم إنشاء وحدة الجودة الصحة السلامة والبيئة اللي رح تهتم بكل الأمور البيئية، مثل التأكد من مدى انسجام الأنشطة البترولية مع المعايير البيئية ومعايير الصحة والسلامة. واللافت بملف النفط هو خلق فرص عمل لتخفيض نسبة البطالة. ولنفوت بتفاصيل هذا الموضوع معنا على التليفون دكتور رامي حرقوس. ضمن العقود اللي هذا متفقين انه مفروض يكون 80% من اليد العامله لبنانيه، اذا صدقت الاتفاقيات وتبين انه في هناك مخزون واعد من النفط والغاز بلبنان، اكيد بيبقى امل. نحن لازم نبقى دائما متفائلين بالموضوع، فحتما حيكون بيبقى امل للطلاب. بس ولكن مثل ما عم اقول لك، مش فقط للمهندسين النفطيين يلي عم يدرسوا هندسه نفط او هندسه بتروكيميكال، لا بالعكس كمان حتكون إيجابية ممكن لغير أنواع من الهندسيات والمعاهد التقنيين يلي عم يشتغلوا بأمور ملازمة لأمور الهندسة النفطية. يعني مثل اللي عم أقول لك بالحفر مثلا، في ناس بدها تلحم، في ناس بدها تعمل انفراستراكشر، بالسيفل انجينيرينج رح يكون لهم يدية بالموضوع. الموضوع الثاني بحلقتنا لليوم طرح باسيل بإنشاء سفارة للبنان بالقدس، حيث بدوره وعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمساعدة على هذا الأمر. طرح باسيل لقى معارضة عدد من الوزراء اللي طلبوا بالتريس، بس رغم المعارضة شكلت الحكومة لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لدرس إنشاء سفارة للبنان بالقدس. بس الطرح كمان ما قطع مرور الكرام على رئيس مجلس النواب نبيه بري، اللي قال إنه بيصب بمصلحة أمريكا بتقسيم القدس وإطفاء شرعية التقسيم عليها، ونحن بدورنا ما رح نوافق عليه. إذن حول طرح باسيل العديد من علامات الاستفهام، فهل رح يأمن الرئيس الفلسطيني مكتب للسفارة اللبنانية بالقدس الشرقية من دون التعاطي مع السلطات الإسرائيلية؟ وهل ممكن إنه يصير في تصادم مع الجيش الإسرائيلي بحالة قرر رفع العلم اللبناني على الأراضي المحتلة؟ المحلل السياسي خليل فليحان رح يوضعنا بكل تفاصيل هالطرح. يعني أول شيء إنشاء سفارة بالقدس صعبة، لأنه الاتفاقية جنيف الرابعة، قرار مجلس الأمن 1980 يمنع إنشاء سفارات، وكانت إسرائيل بذلك الوقت أنه عم تسعى لتضم القدس الشرقية للقدس الغربية، يعني مخالف، لأنه بتعرف كيف أنه هلأ القدس محتلة، حتى القدس الشرقية محتلة، وأنه الوعد الذي قطعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس للوزير باسيل انه بيأمن له عقار من اجل البناء، يعني هذا وعد انه غير قابل للتحقيق الا اذا بده ينسق مع السلطات الاسرائيليه، ولبنان موجود بحاله حرب مع اسرائيل، فلذلك ما قادر لبنان والا بيكون يتجه نحو التطبيع. طب هل بينفع انه لبنان يتحرك وحده بهالاطار انه وباقي الدول العربيه؟ ايوه، هلا بعض الخبراء، انه احد الخبراء يقول انه لو اتوا 22 سفاره، يعني 22 دوله قرروا انشاء بعثات دبلوماسيه بالقدس، بيكون عندها تاثير اكبر، وربما ممكن يعني تصير قابله للتحقيق. بختام برنامج تفاصيل منشكر إصغائكم ومنلاقيكم الأحد المقبل.